عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العديد من الأخوات طلبوا مني ندير لهم درس مناسب للتسوق اللي درنا في الفيديو الفايت، أي الدرس الفايت. والمهم عندي لهم ثلاثة الاقتراحات. هذا هو الاقتراح الأول بالنسبة لي، تفضل أن الدرس لكم يكون طويل. دابا غادي نوضح لكم العملية اللي غادي نقوموا بها من هذه المرحلة، يعني من هنا لهنا. هذه المرحله هذه راه سهله، راه طبقناها في الزواقه في الزواقه ديال اللي درنا في الدرس الفايت، يعني بلا ما نعاودو نكرروها. نوري لكم شفويا. لاحظوا اول عمليه تنديروها هي الحبيك، تنحبكو التوب كامل. من بعد تنديرو سلسلات، هاد السلسلات هي اللي غادي نوريكم، والتتمة راه باين، يعني تفرجوا في الرابط في الفيديو اللي فات راه غادي تفهموا كيفاش. لاحظوا هنايا، انا غادي نوريكم هنايا. لاحظوا هنايا من بعد ما حبكت التوب مثلا، تنثبت الخيط عندي في اول غرزه. لاحظتوا تندير سلسلة فيها أربعة ضربات، واحد جوج ثلاثة أربعة. واحد جوج ثلاثة أربعة. تنخلي العين الأولى، العين الثانية، تنجي العين الثالثة، تندير فيها غرزة حشو. من بعد ندير ثلاثة أربعة سلسلة ثانية، جوج ثلاثة أربعة. نفس الطريقة نخلي واحد جوج، نم على حسب الحبيك ديالك. إذا كان الحبيك ديالك يعني ضربة قاعدة ضربة، ممكن تخلي غير المهم بحال هكا تخلي جوج ضربات. كان الحبيك ديالك يعني الغرزة ديالك شوية واسعة، تخلي غير ضربة واحدة. واحد جوج ثاني نضربو هنايا، نديرو غرزة حشو. واحد جوج ثلاثة أربعة. نفس الطريقة واحد جوج ونخدمه. لاحظوا هاد الضربة الأولى تنعتبروها بوحدها، تنخليوها بوحدها. هادو تنخدمو منهم سبعة. علاش؟ عندي هنا في هاد السواقة هادي، لاحظوا مزيان، الضربه الاولى هي هذه، ما غاديش نحسبوها. هاد السلسله هاد السلسله هادو، هاد الضربات هادو للوسط، هاد السلسله هادو. لاحظوا شحال عندي، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. يعني ملي نبغي ندير هاد الدرس هذا خاصني نحاول عندي من هنا لهنا، المهم سبعه زائد هذا واحد زائد هاد الضربه هادي الاولى، هاد فاش كاين الاعمده السلسله الاولى، يعني ثمانيه. ملي نبغي ندير هاد الدرس هذا خاصني ندير هاد السلسله هذا واحد العدد يكون مضاعفات العدد ثمانيه. ها واحد عندنا هنا ثمانية، ها جوج، ها ثلاثة. ملي تنساليو هاد المضاعفات عدد ثمانية، يعني ثمانية ستاش ربعة وعشرين اثنين وثلاثين، وحنا غاديين في الاخر تنزيدو ضربة وحدة. يعني الا كانت عندنا اثنين وثلاثين سلسلة نزيدو وحدة في التالي تعطينا ثلاثة وثلاثين. بحال انا هنا عندي ربعة وعشرين زدت وحدة هي خمسة وعشرين. علاش هاد الوحدة؟ باش تكملينا تكملينا الزواقة ديالنا بشكل مناسب، يعني الشكل ديالها يكون كامل. من بعد يعني ملي سنكملوا هاد السلسلات هادو اللي خدمنا تندوروا العمل. انا غادي نوريكم هنايا غير وحده باش تفهموا، غادي نوريكم غير البدايه. اما هاد الخدمه هادي راه واضحه كما قلت لكم في بدايه الفيديو، واضحه في الدرس الفايت. لاحظوا مثلا انا هنايا خدمت العدد اللي بغيت ديال السلسلات، يعني قلت لكم 8 تنزيدو واحد، يعني ديك المضاعفه ديال العدد 8 من بعد تنزيدو واحد. يعني عندنا 8 عندنا مثلا فيها جوج يعني 16، غنزيد واحد هي 17. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، غادي نزيد واحد باش تكمل لي الزواقه هي 9. لاحظوا اول حاجه اش تندير، تنرتفع السطر الثاني تنرتفع بثلاثة سلسلات. من بعد هاد السلسلة الأولى كلها عبارة عن أعمدة، يعني عشرة تنخدمو عليها عشرة الأعمدة، يعني هادشي راه غير تذكير للدرس الفايت. أخ
خمسة ستة سعود عشرة. اشنو درنا في الدرس الفايت؟ هاد السلسلة الموالية تنديرو فيها غرزة حشو، من بعد تنديرو ثلاثة اربعة عفوا ديال الضربات غرزة حشو في السلسلة الموالية. بقاو غادي مستمرين بهاد العملية حتى نوصلو لاخر سلسلة. ملي تنوصلو لاخر سلسلة، هاد السلسلة هادي تنخدمو عليها عشرة الاعمدة. من بعد تندورو الخدمة، تنخدمو فوق ثلاثة الأعمدة الأولين غرزة منزلقة، تنخدمو غرزة منزلقة صافي. وتنبقاو غاديين بنفس الطريقة اللي خدمنا في يعني في نفس الطريقة اللي تندورو في ظهر الزواقة. يعني هاد السطر هذا تيكون عبارة عن سلسلات، يعني تنخدمو أربعة سلسلات تنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة، تندورو غرزة حشو. نخدمو ثاني أربعة سلسلات ونضربو في هاد السلسلة الأولى، أربعة سلسلات في السلسلة الثانية، أربعة سلسلات في السلسلة، وحنا غاديين هكاك حتى تنوصلو لهنايا. تاني هاد عشرة الأعمدة تنشدو سلسلة من هاد الضربة هادي، من هاد السلسلة هادي تنحسبو واحد جوج نديرو غرزة حشو، واحد جوج ثلاثة أربعة نديرو غرزة حشو، والسلسلة التالية اللي تنديرو متنخدموهاش. يعني نفس الخدمة، نفس الطريقة، نفس التكنيك اللي خدمنا في الفيديو الفايت. نبقاو غاديين بهاد الطريقة، يعني حنا تنقصو في الزواقة كما تتشوفو، عندنا هاد الكوزة هادي نص كوزة هي تسدات لينا. تنبقاو مستمرين بنفس الطريقة، هادي هي تسدات، عندنا هاد الكوزة تاني هي تسدات، هادي غير نص كوزة ماشي كوزة. ودابا تيبقاو لنا هاد جوج، هادو هما اللي غادي نوريكم كيفاش غادي نكملو هاد الكوزة هادي وهادي. دابا كيفاش غادي نخدمو هاد جوج كوزات اللي قلنا؟ لاحظوا، يعني تنديرو نفس الخدمة، يعني تنديرو ثلاثة ديال الغرزة منزلقة فوق ثلاثة الأعمدة الأولى، تنديرو سلسلة فوق ثلاثة الأعمدة التانيين، يعني تنخليو واحد جوج ثلاثة تندخلو في العين الرابعة. نفس الشيء غادي نجيو نخدمو أربعة سلسلات، أربعة ضربات في سلسلة، غادي نجيو لهاد السلسلة هادي غادي نديرو غرزة حشو، واحد جوج ثلاثة أربعة ندير غرزة حشو. المهم أنا هذا راد، يعني هاد السطر هذا ظهر الزواقة، يعني غادي نبقى غادا بهاد العملية هادي حتى نوصل، يعني غادي ندير جوج سلسلات فوق هاد عشرة الأعمدة اللي عندي الوسط، يعني والسلسلة الأخيرة ما غاديش نخدمها، تيكون عندي ثلاثة، أنا هنا غادي نخدم غير جوج. المهم أنا غادي نكمل حتى نهاية السطر ونوريكم. المهم لو وصلت نهاية السطر، لاحظوا تندور الخدمة، تندير سلسلة، ندير غرزة حشو في السلسلة الأولى، غادي نجي للسلسلة الثانية غادي نخدم عليها عشرة الأعمدة، غادي نخدم عشرة الأعمدة فوق هاد السلسلة هادي. لاحظوا غادي نخدم عشرة الأعمدة فوق هاد السلسلة، ونفس الطريقة غادي نبقى نخدم أربعة سلسلات، يعني هادي وغرزة حشو، يعني نفس الخدمة اللي درنا في هاد الشبكة هادي حتى نوصلو لهاد السلسلة هادي، يعني السلسلة ما قبل الأخيرة اللي هي هادي. لاحظوا ما قبل الأخيرة، هاي الأخيرة، هادي هي اللي ما قبل من الأخيرة. من بعد غادي نديرو عشرة ديال الأعمدة. ملي وصلنا نهاية السطر، نفس الطريقة، نفس التكنيك اللي تنديرو ديما، هاد السلسلة الأخيرة غادي ندير فيها غرزة حشو صافي. من بعد غادي ندورو الخدمة، ظهرت الخدمة عبارة عن سلاسل، يعني غادي نسبقو ثلاثة ديال غرز حشو هما الأولين، وغادي نخدمو المهم غادي نخدمو غير هاد الكوزة هادي بوحدها، يعني هاد الكوزة غادي نسدوها. غادي نبقى نخدم انا بنفس الطريقه، يعني الوجه بطريقته والظهر بطريقته حتى نوصل القمه ديال الكوزه، يعني نسد الكوزه ونطلقها.
كما تشوفوا هنايا من بعد ما وصلت يعني كما قلنا القمة ديال هاد الراس ديال هاد الكوزه هادي، هنايا انا خدمت هاد الجوج هادو، دورت الخدمة درت 3 ديال غرزة منزلقة. من بعد هذا راه الظهر ديال الزواقة، من بعد تندرت 4 سلسلات، 1 2 3 4 1 2 3 4، تنجي تنحسب 1 2 3 4 تندخل فيها غرزة حشو. من بعد تندير 2 3 4، تنجي هنا تنحسب 1 2 3 تندير غرزة حشو. بقات لي اخر سلسلة 1 2 3 4، تنحسب 1 2 3 4 تندير غرزة حشو. تندور الخدمة. دابا راني في الوجهة ديال الزواقة، لاحظوا تندير سلسلة هي الاولى كما العادة، غرزة حشو في السلسلة الاولى. من بعد تنخدم هنايا في هاد السلسلة اللي جات الوسط 10 الاعمدة، جوج، تنتمنى التصوير يكون واضح. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، خصي العشرة نسيت. في آخر سلسلة تندير غرزة حشو، يعني هنايا كملت الكوزة اللي عندي الفوق. لاحظتوا انا باغا نخدم هاد الكوزة هادي، كاينين جوج اختيارات. الاختيار الاول ممكن تقطعوا الحرير من هنا وتدفنوه لداخل وتجيو لهنايا وتنطلقوا من هاد السلسلة هادي اللي عندنا هنايا، تنطلقوا من هادي وترتفعوا تاني حتى تكملوا الكوزة. الاختيار الثاني هو اللي غادي نخدم معكم دابا، الا ما بغيتوش تقطعوا الخيط، هاد المسافه هادي كامله يعني من هنا حتى لهاد المنتصف ديال هاد الكوزه هادي، يعني حتى لهنايا، حتى للراس ديال هاد، حتى لهنا عفوا، حتى لهنا يعني الراس ديال هاد الكوزه هادي التحتانيه، هاد نصف كوزه تنديروها تنهبطوا بغرزه منزلقه بلا ما نبقاو نقطعوا الخيط الحرير عفوا، ونعاودو نبداو بحرير ثاني. يعني من الاحسن نهبطو منزلقه حتى لهنا. تندور الخدمه، لاحظوا في كل ضربه تندير غرزه منزلقه، غرزة منزلقة يعني الزواقة ما تتغيرش لينا، تتبقى هي هي. ملي درنا غرزة حشو يعني واحد جهة غادي تكون كبيرة على جهة، هذا هو المعنى ديال غرزة منزلقة، يعني الشكل ديال الزواقة ما تتغيرش، واخا نخدموها تتبقى الزواقة هي هي، الحجم ديالها ما تتزادش. نحاول فوق ما لقينا شي غرزة ندرو عليها، فوق شي عين ندرو عليها غرزة منزلقة، بقاو هاكا هابطين. واخا هي دي المهم غادي تمحنكم شوية، ولكن انا تنفضلها على الطريقه الاولى اللي قلت لكم. غير نحاولوا نخدموا العيون كاملين باش الخدمه ما تزيرش تاني معايا، الا بقيتي تتفوتي شي عين راه الخدمه غادي تزير لك وما غاديش يجي شكل مقاد.
يعني في كل عين خدموا غرزة منزلقة. لاحظتوا ستنوصل هنايا اخر، يعني اخر نقطة عندي هنا هي هادي. من بعد شنو تندير؟ تنجي تنخدم لحدي مزيان ثلاثة. لاحظوا هاد الجهة راه الظهر ديال الزواقة، انا بغيت نوضح لكم كلش باش تفهموا. الظهر ديال الزواقة يعني غادي نخدموا غير سلسلات كيما درنا في الجهة الاخرى، في الجهة اللي خدمنا. يعني غادي نخدموا دابا سلسلة ثلاثة اربعة ونشدو غرزة حشو في اول سلسلة، واحد جوج ثلاثة اربعة غرزة حشو في ثاني سلسلة، واحد جوج ثلاثة اربعة ثالث سلسلة. يعني هذا راه غير تذكير هاد الشيء، راه وضحناه في الفيديو اللي قبل في الزواقة، درت لكم في الفيديو السابق. جوج ثلاثة اربعة، يعني ما فهمهاش مزيان ممكن يمشي يقلب في القناة تاع الفيديو السابق ديال هاد الزواقة راه يلقاها. لاحظوا انا بقيت نهضر معكم ونسيت، لا 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 درت الزواقة عندي صحيح. واحد جوج ثلاثة اربعة في اخر سلسلة، واحد جوج ثلاثة اربعة. لاحظوا هنا غادي نحسب واحد جوج ثلاثة، ندير غرزة حشو، واحد جوج ثلاثة اربعة، واحد جوج ثلاثة اربعة، ندير غرزة حشو. نتمنى تكونوا فهمتوا. تندور الخدمة نخدم سلسلة، السلسلة الاولى نخدم فيها غرزة حشو، ونبقاو غاديين بنفس الطريقة بنفس التكنيك. يعني السلسلة الاولى نخدمو عليها عشرة الاعمدة، السلسلة الوسطانيين كلهم نخدمهم يعني شبكة كلهم سلسلة وسط سلسلة، اخر سلسلة نخدمو فيها عشرة الاعمدة، واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. غادي نكمل معكم هاد السطر هذا، صافي غادي نكتفي بالقدر. تنوري نحسن نكملها انا ونوريكم الشكل النهائي كي تيجي، لان يمكن الطريقه راه مفهومه واضحه. نفس الطريقه اللي درنا في الجوزه الاولى نديروها في هذه، وباش نمشيو ثاني للجوزه الاخرى نهبطوا بمنزلقه كما درنا. هاد الشكل هذا قلت لكم راه دريس باين، يعني اللي عزيز عليه الدرس هكا يكون باين هكا بشي قفطان ولا شي حاجه، اللي مع كل واحد وذوقه. لاحظوا عندي اخر سلسله، هاد اخر سلسله غادي نخدم عليها عشرة الاعمده، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أو تسعة عشرة. لاحظتوا من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نشد هنا، يعني غادي ندير غير غرزة حشو باش يجي الشكل مزيان، وغادي ندور الخدمة. لاحظوا غادي نخدم في الثلاثة الاولين غرزة منزلقة، واحد جوج ثلاثة. صافي من بعد الظهر الزواقة راه كيما العادة تنخدمو كلو سلسلات.
صافي حتى تنكملوا الكوزه ديالها. يعني غادي نبقى غادا في الضرب سلسلات الوجه، غادي نخدموا 10 د الاعمده في الجانبين حتى نكملوا الكوزه ديالنا. المهم انا ملي غادي نكمل السواقه غنوريكم الشكل النهائي كي جا. كما تلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال الدرس اليوم، يعني ديال الاقتراح الاول. لاحظتوا كتيجي يعني هذيك الهبطه اللي تنهبطوا هنايا بغرزه منزلقه ما تتبانش، لاحظوا مزيان يعني ما كاينش شي فرق ما بين هاد الكوزه، يعني هاد الهبطه هادي وهاد الجهه الاخرى. هذا بالنسبه اللي تيبغي الدرس الكبير، يعني تنعاود نقولها ونقولها، هذا بالنسبه اللي تيبغي الدرس الكبير. تنتمنى يكون نال اعجابكم، وكما العاده وفي نهايه كل فيديو تنقول لكم ما تنساوش توضعوا لايك وتعليق على الفيديو طبعا الى عجبكم، والاشتراك في القناه. كانت معكم ام سعد عبد الله.